هوية بريس. المرجعية بطريقة واضحة، فيتم تسويق لصورة نمطية سلبية لوضعية المرأة، أن المرأة في المجتمعات المسلمة امرأة مضغوطة، أو إذا كانت يعني تتنطلق من الدين امرأة مضغوطة اجتماعيا، مهمشة سياسيا، محرومة من حقوقها، متحكم فيها، يا الرجل تتحكم فيها، يا المجتمع أيضا يتحكم فيها، وبالتالي هي مظلومة جراء هذا التحكم، ويتم تحميل الدين مسؤولية هذا الظلم والحرمان من الحقوق الذي تعيشه النساء في بعض المجتمعات. وإن كان المظلومية كاينة، ولكن هل تربط بالدين أم بالفهم السلبي للدين أم بالتقاليد أم بالأعراف أم بمجموعة من الأمور اللي غادي نطرقوا لها إن شاء الله. نعطيها على سبيل المثال، وأنا أقرأ في مجموعة ديال المقالات، يعني صورة سلبية للمرأة في الإعلام الأمريكي في المتحف العربي الموجود في ولاية ميشيغان، وجود لوحتين تعبر عن المرأة، أولى امرأة منقبة قصرا محرومة من المشاركة في الحياة العامة، وبالتالي كيتربط الحجاب ديالها، ستر المرأة كيتربط، وهذه الصورة اللي تتعطى أن المرأة حيت دايرة هذا الحجاب اللي هو فرضه الله عز وجل لتكريم المرأة، ولكي تحضر المرأة في المجتمع بعقلها بفكرها بأعمالها بعملها برسالتها بفهمها لقضية أنها خليفة في الأرض، كما أن الله عز وجل جعل الرجل والمرأة خليفة للأرض، مسألة جنس، يفهمها الآخر عكس ذلك، بأن هذا الحجاب هو تحجبها عن المشاركة في المجتمع، وبالتالي يتم تسويق إلى هذه صورة لوحة. المرأة الثانية امرأة عارية لا تتقن إلا الإغراء والغواية، وهنا أيضا ابتدال للمرأة وامتهال للمرأة أنها جسد لإثارة الرجل وللفراش ولا غير ذلك. فإذا هذا الأمر يحتاج منا إلى أن نقف فعلا على هذه القضية المرأة فعلا بالمدارسة طيلة السنة، لأن الفهم مختلف، والحوار كيف أنا مع الأستاذة بوتينا اللي كتكلم على حوار هادئ، حوار يعلي القصد كل واحد والفهم دياله للأمور، أما التقاطب ولا غير الكلام يعني المتشنج فلن يصل إلى السعادة البشرية اللي مرتبطة بالمرأة ومرتبطة بالأسرة ومرتبطة بالمجتمع. وبالتالي حتى ملي كتنجز شي تقارير ولا على المرأة في البلدان الإسلامية من قبل العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية، أو حتى المخالفين من بني جلدتنا الذين يحملون نفس التصورات المغلوطة عن الدين، يركز على قضايا جزئية، وإحنا منطق الاستعمار ومنطق التبعية ومنطق الغلبية، الغلبة لمن يحكم العالم، يعني كنبقاو حتى حنا منجرين في هذه القضايا اللي هي كتبقى حبيسة، زواج قاصرات، قضايا التعدد الزوجي، كاينه املاءات حتى حنا غاديين فيها.